افسدت حالة من الارتباك داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب قرار تأجيل بطولة كأس مصر لأجل غير مسمى لدواع أمنية. يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تحميل الاتحاد أي مسؤولية باعتبار أن الجبلاية حذرت بداية الموسم من صعوبة تحديد مواعيد مباريات الدوري وكأس مصر. فيما أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات للمصري اليوم أن قرار الجهات الأمنية يجب أن ينفذ دون تردد، رافضا اتهام الاتحاد بالتراجع عن موقفه في تحديد مواعيد المباريات. إلى فاصل نواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة، والناس انتظرونا.